يقول بعض الأئمة في صلاة القيام يقرأ في ركعتي الشفع من الآيات التي وقف عليها في الصلاة ولا يقرأ بالأعلى والكافرون بحجة أنه يريد أن يختم، فهل هذا سائغ؟ سائغ لا بأس، قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه أو ما تيسر من القرآن، هو سائغ، لكن الأولى العمل بالسنة، هذا هو الأولى، العمل بالسنة هو أن يقرأ الأولى من الشفع سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة سورة الإخلاص، هذا هو الأولى والأفضل. وختم القرآن يزود في التراويح، يزود القراءة في التراويح، يقرأ وجه، يقرأ في كل ركعة بوجه من المصحف، يقرأ في الركعتين ورقة، يقرأ في الركعتين ورقة، وفي خمس تسليمات يقرأ نصف جزء، وإذا كان يصلي عشر يقرأ عشر ورقات جزء كامل، وبهذه الطريقة إذا مشى عليها من أول الشهر أمكنه أن يختم القرآن في آخر الشهر. نعم.